محتاجين ايه بقى للبراونيز الحلوه اللي احنا ممكن ناكلها من غير ما نحس ان ضميرنا متضايق؟ هنحط هنا قالب مربع او مستطيل بورقه زبده. عندنا هنا بصوا المقادير معاكم، هنا عندنا لبن، لبن عادي ممكن يبقى يفضل يبقى خالي الدسم. عندنا كمان كاكاو خام من غير سكر. عندنا زيت زيتون او زبده، زيت زيتون او زبده، دي لوز، وكمان الشوكليت شيبس الدارك. خلاص طيب هحط الحاجات الجافه مع بعض اللي هي دي اللوز مع الكاكاو واخلطهم كده بايدي. دي اللوز متوفر؟ طيب لو مش متوفر هنعمل ايه؟ هنجيب لوز ني ونضربه لحد ما يبقى ناعم، بس دي اللوز دلوقتي متوفر. خلاص هحط ايه بعد دي اللوز؟ الزيت، نلخبط الزيت مع دي اللوز. بصوا ابتدت ايه تمسك نفسها. هنبتدي نحط اللبن، المقادير زي ما هي موجوده عندكم بالظبط، ها عشان بس ايه شوكليت شيبس. بس نحط عليها كده البراونز. ماشي افردها كده. بصوا حبة اللبن اللي باقية دي هي اللي ايه هتساعدني وانا بفردها، وفي نفس الوقت احطها ومش هتاخد غير بالكتير قوي قوي ربع ساعة قبل ما تتخبس، وبنسيبها تبرد خالص وبعد كده بنبتدي نقطعها. لذيذة جدا عايزة اقول لكم، وسهلة وبسيطة ما تاخدش وقت خالص، وفي نفس الوقت هناكلها من غير ما نحس بأي تأنيب ضمير. كده هو هيتشرب اصلا عشان تبقى جوسي كده وحلوه. واجيب الشوكليت اهو. خلاص